نزل عالميات الفيديو. القنوات الفضائية. ايدك هات ايدك 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 تتقطع ايدك ايدك اشهد 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 يا رب اشهد يا رب اشهد اشهد يا رب ارحمني يا رب اشهد يا رب ارحمني اشهد 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 اننا اشهد لا اله الا الله روحك في ايدي اشهد ان محمد رسول الله يا رب حريك ما كانش مسموع كان المايك مش العدسه يعني هو وشه اللي جاي لنا وايده جايه لنا ده بدليل انه هو بيتصور للدعايه ده افكتات بقى بيعمل كلوز يعني بيعمل اللقطه كلوز بحيث ان هو يبان ان هو بيخرج فعلا الجنه. طب انا عايز اعرف الشيخ وليد انت ايه رايك يعني ما انت يعني ما هو ده قران وهنا قران وهنا لا يستحيل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيجي له حد مصروع اخرج عدو الله فانا رسول الله اكتر من كده ما بيمشي حتى لو قرأ عليه قران طيب معلش